أقف الآن في منتصف نهر قال عنه الجواهري بالأمس: حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني. واليوم أم البساتيني على شفا حفرة من الجفاف. الصورة تنطق عن حكاية عشطاها جزءا كبيرا من فصولها. صياد هجر الصيد وحول زورقه للرحلات، بعد ساعات من العمل يأخذ استراحته وسط النهر لا على حافته بسبب انخفاض مناسيبه. احنا حاليا واقفين نص نهر دجلة، كان قبل المي عالي كنا نصيد نشتغل، هسه المي جف فموقع استراحتنا، والساعة عفنا الصيد قمنا نعبر بالبلم، عندنا بلم اشترينا زواغن قمنا نعبر بيها. استراحتكم وين؟ استراحتنا بنص نهر دجلة لأن جف المي، بعد ماكو مي. حديث طه يتطابق مع حديث وزارة الموارد المائية، فالعراق مقبل على شح كبير. كمية المياه الحالية في السدود والخزانات هي الأقل وفق الإحصائيات الأخيرة، تطورات قد تجعل البلاد من منظار مختصين أمام حالة جفاف مقبلة قد تكون أقسى. احنا نتحدث عن انخفاض حصة مياه نهر الفرات بأكثر من 60% ومياه نهر دجلة تقريبا 50%، هذا أدى مع ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر وقلة في المتساقطات المطرية إلى خلق حالة جفاف بالعراق. العراق اليوم يستغيث بصدق. احتجاز المياه من قبل دول المنبع قطعت من حصة العراق المائية في وقت يفترض فيه تقاسم المنافع والضرر، موقف ينتظر في قباله تحركات أسرع من السلطات للوصول إلى حلول ناجعة لتلك الأزمة إن وضع لها حلول. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.